تابعينا بصباحنا ورح ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة ورح نحكي عن الطفولة ورعاية الطفولة. هي من المواضيع يلي دائما بتهم الأهل وهي من أكثر الاهتمامات يلي دائما بيركزوا عليها الأهالي، ولكن الأهم هو الموهبة عند الأطفال وطريقة اكتشافها وتنميتها وأنه نحن نهتم فيها بشكل أكثر بما يتساوى مع الدراسة، يعني دراستهم خلال العام الدراسي. رح نحكي أكثر مع هبة عرنوس. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير هبة، كيفك؟ يسعد صباحك يا رب، أهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي عن الطفل الموهوب، يعني بالبداية كيف كل أم ممكن تنتبه أن ابنها موهوب عنده شيء مميز بتستغله وبيبين هيدا الشيء بالسنوات الأولى؟ يعني ممكن يقولوا لك صغير لا بعد 3 سنوات تنتبهي أن ابنك ميال لبعض القصص، بيحب بعض الشغلات هو مميز فيها أو موهوب فيها. تماما، هي الموهبة بداية هي بتكون قدرات مميزة عند الطفل موجودة وبتخلق معه بشكل فطري. صحيح. هي ما بتكون يعني نحن مشتغل عليها، لأنه نحن في عنا شيء اسمه مهارة. المهارة فرق عن الموهبة، هي الفكرة انه المهاره لما بيستعملها الشخص وبيتدرب عليها وبيحظى بجو من التدريب بتمتلك هي المهاره، ولكن الموهبه هي تخلق معه للطفل من ولادته. صفى نحن كيف نكشف عنا الغطاء. صحيح. ونظهر وتبين عنا. كثير اول شيء ما في حدا ما بيولد عنده موهبه، هي شغله كثير لازم نحن ندركها ونعرفها. موضوع الموهبه بحد ذاته انا بقدر اشوف وين وقت طفلي عم يروح مع الموبايل. اكيد انا بكون اول شيء خلقت له جو من الفراغ، جو من الملل، جو ما بيحمل اي مثيرات، ولكن انا بدي اشوف طفلي لشو عم يكون ميال. بنلاقي في بعض الفتيات بتميل لانه هي تقعد وتدرس، مثلا بتحط العابها وبتقعد بتدرسهم، فبتلاقي انه هي كيف ترغيبها، كيف رؤيتها للموضوع، كيف هي عم تشوف. قد يكون عندها موهبه بايصال المعلومه، الام لازم تركز على هي النقطه. في منهم بنلاقيه بيشخبر على الحيطان، طيب ماشي انا ما بدي اضربه وليش عم تشخبر على الحيطان؟ فينا نحط ورق على الحيطان، فينا نحط ورق على الارض وما يتقيد الولد ضمن مساحه الدفتر الرسم. في بنلاقيه بضل ينغم بنقول له بس اسكت سرعت راسنا. هي الفكره انه موهبه بنشوف الطفل بشو عم يقضي واكثر وقت فيها منا بينطلق تماما انه انا هون هي النقطة اللي لازم ركز عليها أنا كأم مسؤولة عن تنمية موهبة طفلي. تمام. يعني دائما نحن بنقول خلص درسك بعدين رسوم، خلصي درسك بعدين غني، خلص درسك بعدين بناخدك على ممكن أي شيء بخص المواهب، وإذا ما خلصت درسك وما سمعت لي منيح ممنوع تروح على الدورة يلي عم يخضع للطفل. تمام. ليش عنا الموهبة هي عقوبة ومنلاقي كثير من الأشخاص يعني بيمتلكوا مواهب ان كان تمثيل ان كان رسم ان كان غناء، هن كثير بيكونوا ناجحين، ما شرط يكونوا ناجحين بالرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء. خلينا نحكي عن هي النقطه، يعني وصلنا لوقت انه لهلا الاهل لا بفضل انه هو يسمع لي درس التاريخ اهم، مع انه الموهبة كتير مهمة. يعني تماما وهي أنا رسالتي للأم، طلع مصاري أكثر. أنا رسالتي للأم، الابن الموهوب هو الشيء اللي بده يكون الشيء اللي عم يمارسه أو عم يقوم فيه هو بده يكون مستمتع فيه. صحيح. فمثل ما أنت ذكرتي تماما، قد تكون هو بيجي بتسمعيها من الأولاد، طب أنا شو بيهمني هذا الدرس اللي حأدرسه بحياتي، ما أنا أصلا مخطط تكون غير شيء تماما، ميول فنية مثلا. فأنا إذا بدي أجي وأحصد طفلي بأنه أنت هي المرحلة بدك انت تنجزها والا هذا التهديد والابتزاز، انا بسميه ابتزاز جدا قوي. الاهل بتلاقي انت ما جبت علامه كامله فما عاد في لك، لانه ما كان لازم تجيب تامه. طب هو ميوله مو حفظيه، هو ميوله أو حتى عمليه الجذب العلم بتكون مختلفه. انا فيني خليه يفرغ طاقته بالموهبه بعدين، يعني مش اول شيء بيعمله بالنهاري الدرس. صحيح. لانه حتى الولد بالتعاطي بيكون هو فرغ طاقته باللعب بالرسم بالاشياء اللي بيحبه. صحيح. بيروح ليدرس مع وهو طاقة ومحبة ومبسوط. ومع هيك بتلاقي لسه الدرس بعده ممل بالنسبة لإله. صحيح. فلا أطلب من الولد بشيء اللي هو مو ضمن يعني مياله أو ميوله أو ضمن حتى رغباته، أنا أزمه بأنك بدك تجيب علامة وبدك تنجح وبدك تتفوق. طب هو مو ميوله لا جغرافية ولا تاريخية ولا حتى أي شيء من هي المواد اللي هي ممكن تكون فلسفية، ما بتهمه. هو ميوله شيء تاني، قد يكون ميوله بالرياضيات وبيعشق الرياضيات. فلكن ليش نحن بدنا نلزمه بالعلامة؟ أنا موافقة أنك تأدي أكثر شيء بتقدر عليه بضمن الإنجاز المقبول. خلينا ننتهي من شيء اسمه متلازمة الأولي. هذا الشخص اللي لازم أنت تطلع الأولي على تماما، هدول يعني كارثة.
كارثه، وبالاخير بتلاقيهم كلهم بيدوروا حول شغله واحده اللي هو التمحور حول الذات، شغله معينه هي بتقوم فقط على خدمتي انا لذاتي. لاحظي الميول، ان كان طبيب ان كان مهندس ما بتكون خدمته مجتمعيه، يعني ما بتلاقيه ضمن جماعات. طب تعالي انت شوفي على فرض ما مثلا الرسام ممكن يرسم بجو، ممكن هو يشجع اطفال، ممكن هو يدخل البسمه لوش اطفال مجموعه من الناس، ممكن ياثر بالتطور المجتمعي اكثر ما يكون بس دكتور عم يعالج مريض واحد. او حتى لو عم يعالج مرضى، بس شوفي لي دكتور او مهندس بيشتغل من ناحيه التطوير المجتمعي، من ناحيه المجتمعات. فكان هذا الفكر التوجه انه نحن نكون عم نشتغل على ناحيه بدي يا دكتور او مهندس هو التمحور حول الذات، تكون مكتفي بنفسك، خلص اخذت الدال، خلص انت بكفيك هذا الاسم وبكتفي بنفسك وبكفي انك انت حتحظى باحترام مجتمعك. ولكن كثير في فنانين، كثير في ناس موهوبين بالقراءه، بالحساب، بالرسم، بالموسيقى، هن اثبتوا نفسهم وقدروا يدخلوا السعاده. بتعرفي انه نحن هلا ضمن العلاج النفسي صرنا عم ندخل الرسم، صحيح. العلاج النفسي عن طريق السايكودراما، العلاج النفسي عن طريق حتى موضوع الرسم، موضوع انه كيف يفرغ الولد برسماته بالرسم، صحيح. وعن طريق التمثيل وعن طريق الموسيقى. فانا بقدر ادمج العلم مع الفن واقدر اكون هذا الشخص عن جد موهوب بالشيء اللي عم يقدمه. نعم، يعني خلينا هيك نحكي بنقطه، كثير من الاهالي بيقولوا انه يعني عكس الشيء اللي حكينا من شوي، انه انا بدي ابني كل شيء وين حرمه بيصغروا الاهل انه يطبقوه على اولادهم، يسجلوهم موسيقى ورسم وكاراتيه وجمباز وسباحه، يحشكون هيك هيك هيك، يدخلهم كل شيء صيفا شتاء ما عندهم ولا ثانيه فاضيه. واخر شيء بنوصل لعمر انه نحن ما الولد ضاع وما عاد يعرف وين موهبته. خلينا نحكي عن هاي النقطه، وخلينا نحكي عن نقطه ثانيه للاهل الاسوياء، كيف فيهم هنن يميزوا ابنهم انه هو عنده هاي الموهبه؟ باي عمر بتبلش الموهبه؟ باي وقت نحن لازم ندعمها ننميها او يعني ناخذها عند اخصائيين ينموها؟ تماما، جوابي اول شيء على السؤال الاول، لما انا بجي بعبي لوقت لطفلي بشكل كثير كبير، انا مع فكره اني اعرف طفلي على هدول المواهب كلها كتعريف، بداية كتعريف، عارفه شو يعني جمباز، شو يعني باركور، شو يعني رسم، موسيقى، عارفه هو حلاقي له شو ميال. في امهات بيلزموا ابنهم انت بدك تتعلم شطرنج، انت بدك تلعب شطرنج، طب الولد ما له مراء، بس اذا كان الولد موهوب بدنا نفرق الموضوع شوي، بدي اشوف هو بشو موهبته. 100%. اذا لقيته مو هلا كله حساب ذهني، هلا الترند حساب ذهني، لازم حساب ذهني حرام، صحيح اكيد صحيح. الفكره بالموضوع انه ممكن انا اذا كان ابني موهوب بناحيه معينه خلص انا بشتغل عرفت خطه، ولكن بدي اعرف شيء ثاني واللي هو انا كثير بشتغل عليه، انه انا موضوع بشوف فجوات تعليميه عند الطفل ممكن يعالجها هي كعرض، ممكن يعالجها اشياء تانية كتعليم مهاره او تعليم فنيات معينه، صحيح. مثلا الولد عنده تشتت انتباه، انا ممكن اطلب من الاهل يروح يسجلوه دوره شطرنج. الشطرنج بده انتباه وتركيز، صحيح. بدون ما نحن نروح على العلاج الدوائي، ممكن ندخل اللعبه عن طريق تنميه مهاره بتساعده لاحقا بالدراسه. ممكن موضوع مثلا الخيال العلمي، انا بحاجه احكي مع هذا الطفل، انا شايفته عم يسرح عم يشط بحكيه، فيني روح حكي بالسفر عبر الزمن واسمح له لخياله يروح يكون متمحور بطريقة الخيال تبعه لوين بده يكون متوجه، فيني اشتغل معه بهي النقطة. صفا مو الفكرة انه شو انا بنت جيراني وبنت خالتي وبنت عمة لأمي سجلت ابنها فانا لازم اروح وسجل ابني بنفس الشيء. طيب بنتك صوتها مو حلو، بنتك بالصوت ما خرجت تكون بالكورال، ليش بدك تفرضي؟ لا بدها تكون من ضمن الكورال وبدها تسجل وبدها تتدرب وبدها تتعلم، لانه انت بزمانك كنت مش شو ما سمحوا لك اهلك تعيدي دوره كورال، اولاد خالتك. فهذا الشيء تبع تمام، انا بدي احط بابني اللي انا انحرمته. طيب كثير عم نشوف حاله من التطرف على فكره، لمجرد وفاه هي السلطه او غيابها عم نشوف الواحد لسه بقيان لقمه، يمكن ليتخرج طب او ليتخرج هندسه او ليتخرج شيء معين كرمال رغبه الاهل بيتركه، صحيح. وبتلاقيه راح لموهبته وراح لرغبته ولشغفه وترك هذا الشيء، وبجوز يكون هو مثلا عازف كمان، عازف جيتار، حب هذا الموضوع، صحيح. ترك هذا الموضوع، هو ناجح تعليميا بس تركه لمجرد غابت السلطه اللي كانت قاهرته. فليش نحن ندخل موضوع القهر كرمال انا حافظ على صورتي الاجتماعيه؟ خلينا نحكي عن الجانب الايجابي.
شعبي بهي النقطة، لما يكون في موهبة والبيئة أو الأهل أو المحيط هو يكون الراعي والحاضن والداعم الأساسي، قديش فعلياً بيفرق بتعامل الطفل بشخصيته، ببناء شخصيته، بثقته بنفسه، باعتماد خياراته، لما يكون الخيار هو الأساس لإله وأهله تماماً. عم يدعموه، فبيعرف بعدين بالمستقبل كيف يحدد خياراته ويشتغل تماماً. قدي نحن فكرة البيئة الحاضنة قدي بتخلي هذا الموهوب يوصل هي الموهبة تبعه لشغف. شو الفرق بين الموهبة والشغف؟ الشغف هي الشيء اللي بتساويه ولا بتعتقدي انه هو عمل بالنسبة لإلك. هذا الشخص اللي بتلاقيه ما بياخذ اجازة من هذا المكان لأنه بيمرق الوقت وبيتضايق لما بينتهي الوقت وبيكون عم يؤدي شيء هو مستمتع. هذا الشيء اللي بيكون تماما عند الأطفال، بنلاقي شغفه بهي الموهبة اللي عم يساويها. بتقولي له يا الله، مثل مثلا شام بكور يجوا قالوا له انت ما بتملي من القراءة، هي موهبتها بالحفظ، هي عندها موهبة بحفظ المعلومة، بتحب تسمع معلومات وتحفظها، بتحب تقرأ معلومات وتحفظها، هي موهبتها. مو بالضرورة أنا بدي ساوي عند ابني بدك يومياً بدك تقرأ 3 قصص و4 قصص. طب الولد ما ميوله لقراءة، قد يكون ميوله كتب سمعية، صحيح، قد ميول كتب أنا صحيح. بس إني دخل له المعلومة سمعية أو بصرية أو أي شيء، مو شرط تماماً بلكي بحب يرقص بجوز تماماً بجوز بحب يلعب باركور، يعني هي الناس بيسميها النطوة طويلة الأردنة، لا ممكن يكون عنده مهارات بجسده. فالبيئة الحاضنة كتير ضرورية، وعلى فكرة بتساعد الطفل إنه بتقولي أنت كيف هو متقنة، أكيد متدرب عليها، أكيد متعلمة. الموهبة هي تسقل وتستاد بممارستها، صحيح. كل ما مارسها تسقل، هي ما بدها ألف باء تدريب، هي بدها تسقل لحتى يضل عم يمارسها أكثر وأكثر وأكثر الطفل. فأنا بتشكر كل أم وكل أب وكل بيئة حاضنة وراعية للمواهب للأطفال بداخل البيوت أو حتى ضمن المجتمع هون عند البيئة السورية، كيف ممكن هي تدعم الموهوب وتساعده لحتى هو يوصل لأوج القمة. أكيد. تمام هبة، يعني بالختام خلينا هيك نحكي ونركز على أي عمر نحن فينا ندخل موهبة، نتدخل بإدخال موهبة لاحظناها عند طفلنا، وبأي عمر فينا يمكن نعرضه لأخصائيين ونطلعه من جو العيلة. تماماً. هلأ نحن مثل ما ذكرنا أنه الموهبة تولد معه، صفة كيف بدي كشفها وبينها، قلت لأن نحن نخلق جو من الفراغ لحتى يبدأ الطفل عندي تظهر هاي الموهبة عنده. كيف فيني أنا أنه بين اشتغل على تنميتها؟ فيني إليك أنا من عمر حتى أقل من 3 سنين أنت فيك تشتغلي على تنمية هاي الموهبة عند طفلك، بمجرد ما انت لمحتي طفلك لشو ميال، منلاقي لشو عنده رغبه، لشو حتى على فكره انت ممكن تساعدي على تنميه الموهبه بهي المرحله الجنينيه اللي هو بيكون فيها برحم الام. اذا انت ادخلتي مثلا سماع الموسيقى، فالطفل حيكون عنده اذن موسيقيه بيرغب فيها من خلال انه هو يتعلم عزف اله من مثلا الات الموسيقيه، انت ممكن هيك تدخلي له. فهذا الشيء ببساطه ممكن يساعد وممكن يخلي الطفل انه هو يرغب انه يروح ويسجل. انا بنصح الامهات بشكل عام يعملوا اختبار اسمه اختبار الذكاءات المتعدده للاطفال، هو عباره عن 8 ذكاءات. هذا الاختبار بيساعد الام انه تعرف ابنه وين ذكائه وبشو متميز ووين موهبته، بتقدر من خلاله تقدر هي تشتغل عليه لما بتعمل هذا الاختبار عند الاخصائي، وبتقدر من خلاله تعرف انا شو بدي سجله. هذا شاطر من 6 سنين وطالع بتقدر تعمل هذا الاختبار، بس هي بتكون عندها قوة ملاحظة قبل، مو معناتها أنا بضلني حاططه قدامي ليصير عمله طبق 6 سنين يلا بركض. أكيد قبل أنا مو حاططه على الموبايل، أكيد قبل أنا تركت له ورق فاضية بين إيديه، غراض المطبخ، معليش أشياء بلاستيك بين إيديه، يعني يشتغل في شيء، في شيء ادوات بده يركب البيت، بده يخرب، بس بدنا ينتزع مخه بهالموبايلات تماما وباشياء انا حاططها شخص مستهلك بس قاعد عم يتابع، هو متجمد تماما فريز، يعني قاعد بس قاعد عم ينطر شو بده يطلع بالفيديو اللي بعده واللي بعده. فخلينا نشتغل على تنميه مواهب اولادنا واكتشافها، لانه ممكن تضمحل وتموت اذا نحن ما كشفنا عنها او حصرناه ضمن نطاق معين. انت حصرا شغلتك بالحياه تدرس تاكل وتشرب وتنام وتدرس فقط. فانا بكون عن جد قصقصت له جناحاته، كلبشت له ايديه ومنعته تماما انه هو يحلق.
نعم. أكيد بدنا نشكرك بالختام الاستشارية الأسرية هبة عرنوس. وعالم الطفولة والطفل جدا جميل، الطفل بيكون هو سفنجة أو طينة، أنت بتساهمي كعائلة كأم صح. كأب بتكوينه بالطريقة السليمة الصحيحة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة. شكرا كثير لك. أكيد بنتمنى يعني بهالظروف الصعبة الأهالي هيك تكون أكثر ريلاكس مع أولادها وتبعد عن التكنولوجيا والموبايلات. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.